اش غادي نقول لك هنا ما كنمشيش في الانتيغي ديالي ديما كنشوف بعيد وكنشوف شنو حتى ولي الفاتح. انا ديما كنقولها جيت الفاتح كان عندي 37 كنت غندخل في 38 سنه وهاد الناس مع البروجي ديالهم ثقوا في واحد مدرب اللي جديد اللي عمره ما درب وكان ان ريسك اللي ماشي غير كبير. كانوا لي ديريجون هزوا واحد الريسك اللي بحال اللي قلتي على نيونغ على تيكوتا على كيثقوا في شي واحد وكيمشوا ابلوك. دونك انا على ليدوكاسيون ديالي وكيفاش تربيت ما نقدرش انا في اي اوفر غنشوف الفلوس ولا غنشوف انا والد الراقي ولا مشيت الطراجي ولا مشيت نجم سير ولا مشيت السعوديه كاين فلوس كاين غندير اسم ديالي ولا لا. كنمشي بالنيه ديالي الناس كيثقوا فيا بحال اللي قلت نهار اللي هما غيقولوا والد صافي سالينا درتي الخدمه ديالك سالينا معاك هاد النهار غنمشي ولا لي ريزولتا ما كاينينش ما عجبهمش الخدمه ديالي ونهار اللي غيسالي الكونترا ديالي عندي حتى 2020 ولا سال الكونترا وما غاديش يجدوا معايا هنا غنحال وغنشوف شنو عندي. كنخدموا كل نهار على لو كلوب باش ان شاء الله البروجي ينجح بواليد ركراكي ولا بلا واليد اللي غيجي مورايا خصو يجبر بحال اللي انا ملي جيت كان حسين حموده خدم جمال السلام يخدم وهذا لا فورس ديال الفاتح هي هذه لي زونترينور كيجيو مع البروجي وكيتبقوا البروجي ديال الفاتح ماشي البروجي ديال الوالد ركراكي ولا جمال السلامي ولا حسين هو البروجي ديال الفاتح. واللي كنفرح انا كتشوف الناس كيفكروا كبير ولا بغيتي تمشي بعيد جوج مدربين هذا العام اللي دازوا في الفاتح داو دي تيتر هو حسين اللي كان في الفاتح ودابا جمال اللي دار الشان ودازوا في الفاتح قبل مني. دونك سافو دير كيعرفوا يخاطروا كامل لي ديريجون خصنا نحطوا لهم هاد لو بوين. لا احنا عندنا ديما الفاتح خدامه ماشي غير وليد ركراكي عندنا مكتب ديالنا مع الرئيس مع سي حاجوي سي زغاري الديريكتور جينيرال عندنا لي ممبر دو كوميتي وديما عندنا واحد البروجي اللي ماشي غير في عام ولا عامين ولا كنشوفوا بعيد ولا شفنا لو ريزولتا في ديك 9 ans ملي جاو لي ديريجون ديالنا دينا بوتولا دينا 3 كوب دو ترون ولا 2 كوب دو ترون دينا اون فينال دو دومي فينال كوب دافريك دينا كوب دافريك. Donc, 8-9 ans, Dina pratiquement tous les titres. Il m'a fait l'Afrique, il m'a Botola, il m'a cassé l'Arche. Dina Bzef, demi-finale, finale. Khsarna juste finale, il m'a ma Hussein, il m'a maïa cassé l'Arche. Donc, on est régulier. Donc, ça veut dire un dom sar qui chauffe au Dima Baïd. Ou le projet Lian Nadaba, il y a qu'un chauffe au Baïd. Chauffe-toi un centre formation, je dis. Daba, l'Am Tiani, Dina. Dina le Botola, l'Am Nifet U17, U19, Dial Maghreb. Dina finale des espoirs. درنا دومي فينال في مينيم دونك ومشينا في واحد الطريق اللي لا فورماسيون ديالنا هي اللي خصنا نبينوها وخصنا الوقت باش يبانوا الدراري. هذا العام اون لونسي بوكو دو جون انس باش اللي عنده 19 بالعمري اللي عنده 19 امين لواني اللي رجع اللي كان بدا معايا ملي كان عنده 18 دابا عنده 21 نايفا قرد عندنا الوابني نقدر نعطيكم شي 10 ناس فداس عثمان دونك الناس ما كيهضروش بزاف على الفاتح بحال كلها شافوا مقرب غيشوفوا ملي عندنا دي جون اللي لعبوا هذا العام دو موان دو 20 ans. دونك هو هذا البروجي وغنصبروا معاهم يمكن هما اللي غيدوا البطوله ديسي ان او دو زون غنجبروهم يدوا البطوله ان شاء الله والناس غيقولوا مين جاو جا من الفرقه وصبرنا معاهم هو لوبجيكتيف. لا ما صراحة ما نكذبش نقدر انا نجي نقول لك نلعب على لاكوت ديالي نقول لك لا جاولي العرض من برا بصح مي فوالا جي ريفوزي في المغرب الحمد لله كيعرفوا عندي كونترا دونك حتى واحد ما كيعيط لي. غاريدو تلاقيتو في المطار في لا تريف سلمت عليه هضرنا ما عنديش مشكل مع غاريدو غير قلت في اون ايميسيون ومازال نقدر نعاودها ما عندي والو. غاريدو قلت سان غران انترينور جا في 6 شهور دا كاس العرش ها هو غادي مزيان كيدرب كلوب كبير اللي عندهم مشاكل ومازال كيصبر
جي ان غران ريسبي في المدرب ما عنديش مشكل. بالحق بحال اللي قلت نهار اللي وقع ديك صداع في التيران اللي جا دار راس الراس معايا وما قلت له والو زي لي قلت ما نقدرش ما عجبنيش الحال علاش انا كنعرف راسي كيفاش تربيت كنت نقدر ندير غلط كبير في الكاريير ديالي عليه هو ما عاونيش في هذا الشيء هو نورمال كان خصو يكون قلتها وقلت له اون كوف ماطر كان خصو يكون هو كان وما يدير علاش انا ما تعرفش واحد جيست نديرو وحتى في المستوى البطولات المغرب وكل شيء ما تجيش مزيان هو كان خصو يتكلم يمكن كان عنده هذا الماتش كان فيه شويه الضوء شميته يمكن انا طلعت انا جو سوي فوتيف باسكو طلعت السيمانه كامله وملي لعبت الماتش الاول مع لي جون وخرج قلت لعبنا مع لي جون وانا بالعاني درتها باش جوستومون وخسرت في هذا الشيء باسكو طلعتهم بزاف الضوء وفي الاخر ربحوني يمكن كان خصني نهبط دايوغ بانون كان هدر مور الماتش وبن حليب كان هدر دونك سافي دير نوتهم بزاف دونك حتى هذه تعلمت مره اخرى خصني مره نهبط ويمكن هما كانوا عندهم بزاف الضغط باش يربحوني وكل شيء وكان هذا الشيء بالحق انا صراحه بغيت تمشي بعيد كل شيء هذا الشيء في الوداد الرجاء ملي كيقولوا ركراكي كيهضروا انا كنضحك باسكو مره ما كنقول والو لي زعما انا كنقول ديما وداد والرجاء سي دي غران كلوب وعندهم جمهور اللي كبير وكنقولها الوداد دات الشامبيونز ليغ ملي كتشوف الجمهور ديالها كيفاش عاونت الفرقه كيفاش غوتيت كيفاش كانت الظهر ديالها برافو عليهم سان غران كلوب عمري ما غادي انا ندخل في نقول الوداد ولا الرجاء ماشي ان غران كلوب بحق انا كندرب الفاتح اللي خصهم يفهموا هما ولا كيتبعوا لي زوت شامبيونا في العالم اي مدرب كيدافع على الفرقه ديالو انا ولا نقدر ندير غير 5% الضغط في اللاعبه ديال الرجاء ولا ديال الوداد ولا بالجمهور ديالهم يديروا الضغط في اللاعبه ديالهم باش انا يمكن نجيب شي نقطه ولا نربحهم غنديرها ويمكن نهار ولا ندرب الرجاء ولا الوداد ولا طنجة ولا اي فرقه غنكون هيدا كندابز مع الفرقه ديالي خصهم يقبلوا هيدا ما عنديش مشكلة مع الوداد الرجاء بالعكس اول واحد اللي كان فرحان تشامبيونز ليغ ديال الوداد باسكو الرياض المغرب اللي طلعت بحال الشان كنت فرحان باسكو من بعد البطوله المغرب اللي كتطلع علاش ولا بغينا نمشيو بعيد كل نهار كتسمع في جريده ولا في الراديو البطوله واللاعب المغربي اللاعب المغربي في الاخر ديك الناس اللي كانوا كيدوا البطوله المغرب ها هي ربحت الشان ربحت الشامبيونز ليغ مشينا كاس العالم صافي دير امونيت حتى حنا خصنا نكونوا فرحانين خصنا نقولوا اللاعب المغربي كاين عنده لي كاليتي خدام لي زونترينور خدامين لي كلوب خدامين خصهم حتى حنا ما ننزلوش ديما البطوله ديالنا ديما ملي كاين شي ريزولا كنقولوا وا كيفاش وا ما يمكنش ولا اللاعب المغربي لا الوداد سان غران كلوب الرجاء سان غران كلوب البطوله ديالنا سي ديفوني تري ديفيسيل سي ان غران شامبيون على هادشي مي ساكسيتيني على البطوله كنقول لك سي با فاسيل دير البطوله دابا باسكو دابا ملي كتشوف لو شان كيفاش ديتيها مشاو لك اللعابه على برا بحال مكران بحال ازارو بحال فوزير بحال باطنا قبل بحال سعدان قبل حفيدي بليسا ماتش الاول اوك ما كانش بزاف د اللعابه اللي ما مشاوش النغمي احسن بيوتر ما مشاش الداودي عندك لي جوار دونك سافير كره المغرب كتزيد خصنا نفرحوا كاينين دي غران جوار في الوداد كاينين دي غران جوار في الرجاء كاينين دي غران جوار في الفتح في الجيش دونك سافير الشامبيونا طلع وانا فرحان في هذا الشيء باسكو بديت لا كارير ديالي في البطوله دونك انا مدرب بالبطوله ماشي مدرب برا مره كنسمع كيقولوا ركراي من برا لا ركراي من البطوله شوف تكون في الفتح هي ان ايتا ديسبري هي دي فالور لي فالور ديالنا هي الاحترام هي لو ريسبي دو ليتر هومان ماما دونيون كان مسلف العام اللي فات مع عند جديده باش يعاوننا دوزيام بارتي دو سيزون وتوعد عندنا دار طوندون داشيل كان عنده 6 شهور 8 شهور دونك ماشي بقى فينا باسكو ماشي سي با دو سوسيال كنامنوا ملي هذا الولد خصنا نعاونوا باسكو دبليسا عندنا وملي عرفنا ملي كان ريزيليا الكونترا ديالو مع جديده ما كانش عنده فرقه دونك قلنا له وبقى معنا غدير لوبيراسيون عندنا غنصبروا معاك وغنشوفوا واش غترجع في المستوى ديالك ولا رجعتي في المستوى ديالك غنشوفوا واش نقدروا نعاونوك باسكو بالنسبه لي وبالنسبه للمكتب ديالي والرئيس حتى هذيك كتعاون ماشي غير على ماما دونيون حتى على اللعابه ديالنا والناس اللي غيجوا لعندنا يعرفوا ملي الفاتح ماشي كتهز غير من اللاعب اللي يقدر يحتلك في التيران
كيعرفوا حنا كنصبروا مع اللاعب، وهذا الشيء اللي بغينا نوريوه لمامادو. وان شاء الله ولا حتانا الحمد لله سافا دير اخترنا لو بون شو، ولا ما حتاناش معليش ماشي ديرنا الاجار ولا شي حاجه، هي ليسبري دو فوس بالنسبه لي. لا جا تيكوتا جا، علاش ماشي بقى فيا وكل شيء. اي واحد في المغرب شاف الفيديو اللي انا ملي سمعته كيهضر قلت بعدها خصنا نحتو له اون شانس، اون شانس اللي يمكن ما حتولوش ما نعرف فين كان قبل بالحق، باش بعدا ما يقولش كيتعداو على الناس ولا شي حاجه، باش نوريو ملي حنا كنحتو لا شانس. الولد جا دوز السيمانه الصراحه، دوز السيمانه الاولى، من بعد رجع العطله من بعد، ورجع العطله الثانيه باسكو من بعد ما كانش عنده، ماشي ما عندوش النيفو باش يبقى، كان شي دراري اللي احسن منه في الفاتح. دونك قلنا له ما كانش عندك النيفو اولدي باش تبقى في الفاتح، يمكن غينجح في شي موطا اخر. بالحق بقينا مع ديك لي دو فاكونس، والصراحه ملي جبتي هاد الهضره خصني مازال خصني نهضر باش يرجع اونكور، باسكو كان دوز معنا مزيان، كان ودخل في القلب ديالنا وكان موتيفي. دونك ماشي الصيف، لي بروشين فاكونس اللي يجي خصني نهضر مع الناس باش يجي دوز انكور السيمانه، علاش بحال اللي دخل في العائله ديال الفاتح الولد. بحق ان شاء الله غير يكون عنده بعدا هذا لو سوفونير، يقول انا عاونوني الناس وجيت ودوزت بعدا 3 سمان في حياتي في الفاتح، والناس ماشي تهلاو فيا، بحق حطوا لي لا شانس ديالي، هذه اللي مهمه. هادي خصك تسقسي لي هليلو، انا ديجا مكونسونتري انا باش كيفاش غنربح. لا سي ان بون اونترينور زكي، عنده ليكسبيريونس باش نقولوا الصراحه، عنده ليكسبيريونس، لعب الكره كبيره، درب المنتخب، مشى بالوزداد ولي دار في بالوزداد مزيان، باسكو كتبان لي المدرب المغربي يقدر ينجح على برا. دونك حتى هو الى اوفير لا بورت، وملي شفنا دابا رشيد طوسي هو مشى في هذا الكلوب، دونك سافي دير لي واحد كينجح على برا خصنا نشجعوا ونعاونوا باش توا، علاش هو كيدير لا بوبليسيتي على لونترينور ماروكان وعلى الكره المغرب، خصنا حنا نخرجوا من ديك الغيره اللي ناقصه اللي عندنا حنا. الحمد لله زكي نجح في الجزائر، ما نجحش في طنجه، سافي با دير كو ما يقدرش ينجح في الوداد ولا في الرجاء ولا في الفاتح. اي مدرب مره سا ديبون ليفيكتيف، سا ديبون كيفاش صبروا معاه. انا ما كنتش في طنجه باش نقول لك شنو وقع، دونك ما نقدرش نحكم على هذا الشيء. نقدر نقول لك كلاعب كان كبير، كمدرب دوزت معاه دونك كان كبير، واي واحد كيدير لا كارير ديالو، مي سافي با دير علاش ربحتي دي تيتر راك مدرب كبير، وسافي با دير علاش ما درتيش لي تيتر راك ماشي مدرب. المدرب هو خدمه كل نهار، كيفاش كدوز مع اللعابه، كومون تي في بروغريسي تي جوار، فين كتوصلهم، ومن بعد مره عندك زهر باش دير التيتر، مره ما عندكش، سا ديبون سي دي مويان.